The following program is sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. When God allows you to go through a storm, it is not to destroy you, it's to show you who He is on another dimension and level that you've never seen Him move before. Everybody, give God a praise for just a moment. Hallelujah. عاوزكم تفتحوا معايا كتبكم المقدسه على سفر الخروج اصحاح 12 ونبتدي نقرا مع بعض من عدد ثلاثه كلمة كل جماعه اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الاباء شاه للبيت وإن كان البيت صغيراً عن أن يكون كفواً للشاة وخلي بالكم من الجزء دوت. إن كان البيت صغير عن يكون كفواً للشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. كل واحد على حسب أكله تحسبون للشات. بتعجبني العبارة دي، وإن كان البيت أو بيتك أو عائلتك صغيرا عن أن يكون كفوا للشاب إحنا ما نلاقيهوش بيقول أنه إذا كان بيتك كبير جدا على الشاة إن الشاد ليس كفوا وطبعا نعرف أن الشاة هو صورة للرب يسوع وليس هناك شيء في بيتك وعائلتك أكبر جدا بالنسبة لهذا الشاة ليهتم به وبيقول في الواقع هتكتشف وده اللي انا عايز اتكلم عنه ان الشات قوي جدا بحيث انه يكفي واكثر عن ان يكون كافي وما قدمه في هذا الفصل هو تعليمات لوجبه عيد الفصح انتهت الضربات العشر انتهى الامر ووافق فرعون على السماح لشعب الله بالمغادره وبيقول الله اريدكم للمره الاولى والله نفسه انشا وجبه عيد الفصح اللي احنا بنقول عليه في العهد الجديد التناول، التناول المقدس. وقال ما اريدكم فعله هو اريدكم تحضير هذه الوجبة بطريقة محددة للغاية، وقال أنا هقول لك ازاي تطبخها، أنا مش عايزك تحط لها لملح ولا تطبخها بالماء، ما تخففوش بالماية. لا تطبخ الشاي بالماء، وما تبتديش تتكلم عن الأمور العالمية إن كل الطرق تؤدي إلى السماء. أي ديانة تختارها يعني مش حادي بادي هتوصلك للسماء مش هتوصلك هناك شاة واحد فقط هناك شات واحد واسمه يسوع هو الطريق وهو الحق والحياة ونحن لن نخفف الشاة بالمية وقال في الواقع اشوي بالنار لما تقدم الشاي قدمه ساخن الحمد لله عز بالكلمة بنار ودع الامور تسقط حيثما تسقط. وكمان حتى كلمهم على العظام يعملوا فيها ايه؟ لكن اللي لفت انتباهي هو بيقول اذا كان بيتك صغيرا وبعد ما تاكل وقال لهم في الاصحاح قد دم الشاة وخلي بالك وضعوه على العتبه العليا والقائمتين حتى لما يمر الملك المهلك عليه انه يمر من فوق بيتك ويعبر لأنك وضعت الدم على بيتك وبعد يقول بيقول يجب أن تأخذ الشاة وتأكل كل الشاة ولا يهدر منه أي شيء وهنا تأتي الآية إذا لم تستطع أن تأكله كله إذا كانت عائلتك ليست كبيرة أن تكون كفوا لأكل الشاة كله وقال تأكد أنك تأكل الشاة وعندما تمتلئ بطنك من لحم الشاة اوعى تهدر أي جزء منه. ما كانش عندهم ثلاجات ساعتها، ما كانش عندهم أنا ما أعرفش أنتوا بتعملوا إيه، إحنا عارفين قد إيه الحاجات اللي بنرميها بعد ما ناكل، فبيقول كل الشاة كله على قدر استطاعتك، عندما تحصل على الدم وتضعه على عتبة بيتك ولا تعتقد أبداً أن الشاي ليس كبيراً بما يكفي لعائلتك، مش مهم أي موقف تواجهه وما يهمنيش مدى زواجك ما يهمنيش قد ايه التحديات اللي بتواجه ولادك او اي موقف بيقول ان الشات كافي واكثر من كافي وعايزك بمجرد انك تشبع من الشات وتضع الدم على العتبه العليا والقائمتين هذا هو طريق الخروج من مصر يجب ان احنا نفهم انهم كانوا في العبوديه لفرعون لمده 470 سنه والرب قال هذه الليله لما تاكلوا هذه الوجبه، خلي بالك من الكلمات، احتفظوا بأحذيتكم في أرجلكم، لأن الذي أنا سأعمله معك عظيم، وهيحصل بسرعه، لدرجه إنه لما نتحرك من مصر، هتقول أنا عارف أنا في مصر ليا سنين طويله في هذه العبوديه، وهذا الإدمان، هذا السبي لهذا الشيء لمده طويله، يمكن قيود. قيود أجدادكم ووالديكم لعدة أجيال قد مضت قد كانت مستمرة ولكن ما سأفعله أنا من خلال الشات قوي جدا حتى أنه سيحدث فجأة ويقول الكتاب المقدس خرجوا من خلال وعن طريق دم الشات شبعوا من الشات شبعوا من الشات ويقول ولكن قبل أن تغادروا أريدكم أن تأخذوا بعض من هذا الشاء إذا لم تستطيع أن تأكلوا كله أخرج وشارك به مع الاخرين انطلق وشارك بالشاه مع اخوتك اذهب وشارك بهذا الخير وما فعلوا الدم في حياتك وما فعلوا في داخلك وقوه هذه الوجبه التي اخرجتك من عبوديه ارض مصر والخطية التي في العالم عاوزك ما تحتفظش به لنفسك ولا تهدره ولكني أعدكم أن نفس الشيء الذي أخرجكم وبارككم سيخرج أيضا أصدقاءكم سيخرج جيرانكم وقرباءكم لكن عليكم أن تشاركوه معهم عليكم أن تأخذوا إليهم وتتأكدوا من أن لديهم شاة في بيوتهم لأن نفس الشيء الذي أخرجكم أنتم وعائلاتكم سيخرجهم هم أيضا أنا من الطراز القديم ما زلت أعتقد أن الله يمكن ان يحرر الناس من التدخين من السكر من الكحول من المخدرات من اللا اخلاقيات من الفجور الجنسي الله يستطيع الله قادر على فعل ذلك الطريق للخروج الطريق الوحيد للخروج من حياه محطمه هو من خلال الشات سابشر بهذا حتى اموت ما زلت اعتقد ان هناك قوه قوة قوة خارقة في دم الشاه دم الشاه يمكنه أن يخرج زواجك من الهزيمة، دم يسوع يمكنه أن يحرر عائلتك، دم الحمل يمكنه أن يخرجك من العار والإدانة والفشل وحياة مهدرة. هللويا. في آية مثيرة في سفر التكوين لما يوسف التقى باخوته اللي كانوا حاولوا قتله وسامحهم وقال لهم دلوقتي انتم على وشك الذهاب الى مصر والعيش هناك لان المجاعه كانت موجوده والله هيبارككم ولما توصلوا قدام فرعون عاوزكم تقولوا لما يسالكم ما هو عملكم قال اخبروه انكم رعاة للبقر وما تقولوش أبدا أنكم رعاة غنم فقط بالرغم أنهم كانوا رعاة غنم كان بيألف لهم قصة ما كانش المفروض يعمل كده لكن ده اللي هو قاله يعني وقال له لأن بالنسبة للمصريين الرعاة أمر مكروه لهم ومصر اللي هي صورة للعالم تكره الرعاة وبيقول عاوزكم تفهموا أنكم في حاجه انكم تخفوا ان انتوا رعاه لان دايما هيكون في حملان لانه يوم من الايام وانت خارج من ارض مصر ستخرج بدم الحمل. عشان كده لازم يكون في رعاه، لكن لا تعتقد ان مصر التي هي سور العالم ستقدر الرعاه، بيكرهوا الرعاه، انه كراهيه لاي شخص ان يكون راعي للغنم، هم عايزين رعاه للبقر. وانا عايز اتكلم هنا لان احنا عايشين في وضع بيكره الخدام. المصريين العالم يكره الرعاة وعايز اقول لكم ليه لانه لما بيقول ان الناس يعني الرعاة بيحبوا امور معينه وبيتكلموا عن امور معينه لازم تقرر جواك انه اذا كنت انت بتعتقد او تؤمن ان الراعي مهم ليك ولعائلتك ولا لا ولما تفهم ان الطريقه الوحيده السبب في ان المصريين يكرهون الرعاة هو أن الرعاة هم الذين يربطون الناس بالحمل تقدر تبصلي وتعيش في هزيمتك وفي عبوديتك أو يمكنك السماح لي بربطك بالحل الذي يمكن أن يخرجك من هناك يمكنك كسر اللعنة عن عائلتك التي استمرت لأجيال يمكنك أن ترى الله يفعل ما كنت أعتقد أنه لا يمكن القيام به حتى في أطفالك وأحفادك أنا أؤمن بهذا الكتاب أكثر من أي شيء أراه أو أي شيء أشعر به وسأبشر وأعظ بهذا لعائلتك وأربطك بالحمل الجواب هو في حمل الله يسوع المسيح هو الذي يرفع خطايا العالم صفقوا معي إن كنتم تؤمنون بهذا صوت العالم ما تروحش الكنيسه. صوت العالم يقول لك اه انت مش محتاج للموضوع ده. ولكن لما تفهم قوه الحمل وده السبب اللي يخلينا نقوم بالكرازه، ده السبب في ان هذه الكنيسه مملوءه بالحمل عشان كده ما نحتفظش بالموضوع لنفسنا، نحن ناخذ الحمل الى دور رعايه المسنين، 30 خدمه في الشهر. ناخذ الشات إلى السجون وهو يكلفنا مئات الالاف من الدولارات لشراء المعدات ونقوم بتبرعات للنظام في السجن ونباركهم ونبارك الاشخاص اللي بيشتغلوا هناك ونفعل على قدر ما نستطيع لكن عارفين ليه؟ لان الشات جيد جدا ويجب ان نشارك بالشات مع اخواتنا وجيراننا واخواتنا. بص اللي جنبك وقول له انت جاري. واذا كنت في مصر انا اعرف طريق الخروج. دعني أقدم لك بعض من هذا الشاة هو الشاة الذي تبقى لنا هو دائما كافي وأكثر من كافي يوجد الكثير من الشاة في هذه الكنيسة هذا الصباح في هذه الخدمة لإخراجك من عبوديتك لا يجب عليك القيام بذلك بنفسك ولا يجب أن تعيش في هذا الوضع لا يجب أن تكون مهزوما يمكنك الخروج من هذا الوضع في اسم يسوع لما آدم وحواء أخطأوا في الجنة يقول الكتاب المقدس ذبح الله حيوانا واخذ جلده وغطى عورتهما وهذا الحمل الذي غطى عورتهما عاوزك تفهم انه لما غطى ادم وحواء كان ايضا يغطي الجيل القادم وهو كافل الجيل القادم قابيل وهابيل لما حصلت خصومه بينهما وقام قايين بقتل اخيه يقول الكتاب المقدس كان الله في مجتمع وفي زمان تحت العهد القديم حيث كان العين بالعين والسن بالسن بمعنى انه اذا قتلت شخص يجب ان تموت وتذبح على الفور ولكن الله لان الحمل لم يكن كافيا فقط لادم وحواء الاب والام كان كافي للابناء الذين اخطاوا وقد قتل قايين اخوه كان يجب أن يقتل الله قايين لكنه لم يفعل ذلك لأن دم الحمل كان كافي، وقال الله سأعلمه لكني لن أقتله، سأعطيه رحمة إنه يستحق الحكم لأن هناك حمل في البيت. وقام إبراهيم بأخذ إسحاق الصغير إلى جبل المريا، ووصلوا إلى القمة، وقال الصبي الصغير: بابا أرى الخشب وأرى النار. ولكن أين الحمل؟ وقال إبراهيم: الله سوف يقدم الحمل، الله يرى. وعايزك تعرف إن الله قدم ما كانوا يحتاجون إليه، والكتاب بيقول إن ده ما كانش بس كافي لإبراهيم وإسحاق ابنه ويعقوب حفيده. ولكن جت لحظه لما وقع أحد الأبناء اسمه لوط في مأزق فظيع، ما كانش يجب أن يكون في سدوم وعموره، ما كانش مفروض يكون هناك ومش قادر يخرج، وكان محكوم عليه ومتجه نحو الحكم، كانت النار على وشك أن تحرقه هو وأسرته بسبب ريحة الخطية في هذا المجتمع، والله لأن الحمل ليس كافياً فقط للعم إبراهيم وإسحاق ابنه لكنه كافي أيضا لابن العم ابن العم لوط وعائلته أرسل الله ملاك وقادهم خارج ذلك المكان ما تقولش أن عيلتك بعيدة عن الحمل الحمل كافي جدا هناك ما يكفي لخلاصك ما يهمش قد إيه إذا كانوا هم في صدوم وعمورة ومش مهم قد هم وحشين في مخدرات او اي شيء اخر عايز اقول لك ان الحمل اقوى حملنا اقوى جدا حملنا ودمه لا يمكن ان يغلب احنا اعظم من منتصرين بدم الحمل وبكلمه شهادتنا قدم لي تصبيح الان اذا كنت تؤمن بذلك لا تفقد الامل في خلاص بيتك لا تفقد الامل في زواجك ولا تفقد الامل في ما قاله الله لك انه سيفعله مع اولادك واحفادك، انت محتاج ان تؤمن باسم يسوع وان الحمل اكثر من كافي. هللويا. عاوز اختم معاكم اني اقول انه لما تقرا العهد الجديد تلاقي هذا الحمل المتبقي يسوع يمشي ويبشر ويقوم بمعجزة في السبت والفريسيين مسكوا حجارة والناس كانوا غضبانين جدا حتى حاولوا أنهم يقتلوا يسوع بالحجارة ويقول الكتاب أنه مر بشكل خارق من خلال الجمع ولم يتمكنوا من قتله ورجمه وراح مدينة تانية وجابوا له امرأة ألقي القبض عليها وهي في الزنا مباشرة جابوها له وهي متبرجة بالكاد مكشوفة ملقاة عند قدمي يسوع وهي خجلة محرجة في حالة إهانة والفرسين أمسكوا بالحجارة وقالوا له إن موسى في الناموس قال إن مثل هذه ترجم لكن بص على الحمل قال لهم هم حاولوا يعملوا كده في البلد اللي قبليكم حاولوا يرجموني ما قدروش وعشان كده مش تقدروا ترجموها هي كمان وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها فخرجوا واحد وراء الآخر وقال لها ولا أنا أدينك أيضا ولا أنا أدينك أنت كمان يجب ألا تدين الآخرين يجب علينا أن نترك حجارتنا ونخرج من جحر قداستنا ونفهم أنه بدون الحمل نحن لا نسوي شيء بدون الحمل كل قداستنا هي كثوب رث بدون الحمل لا يمكننا أن نأخذ طريقنا إلى السماء لا يمكن شراء طريقك للسماء هناك طريق واحد وهو المسيح انتهى الأمر بيوحنا في جزيرة بطمس بمفرده وقال كنت في الروح، وفجأة وجدت نفسي في السماء وسمعت صوتا يقول اصعد إلى هنا. في الرؤيا أصح خمسة يقول كانوا يبحثون بيأس في السماء يقولون لا يوجد أحد يستحق أن يكسر الأختام ويفتح الكتاب ماذا عن داود؟ لا لا يستحق. أخطأ ماذا عن إبراهيم؟ لا لقد كذب وأخطأ ماذا عن شمشون؟ لا لقد أخطأ ليس أحد يستحق ثم يقول ورأيت حمل في وسط الشيوخ وقف الحمل كما لو انه قد ذبح حمل قائم وكأنه مذبوح يقف هناك كثيرا من الحمل قد تبقى حتى نهايه الزمان انه يكتب كتاب سفر الرؤيا، انه يرى كل شيء، انه يرى الاوبئه، انه يرى الضيقه العظيمه، انه يرى الاختطاف، انه يرى اللامبالاه، انه يرى يرى الشر، انه يرى المسيح الكذاب، هو الذي يمنحنا كل هذا الابصار، انه يرى كل شيء، لكن الرساله المركزيه التي يقولها وهي الاقوى أني أرى الحمل لا زال واقفا. لا يزال الحمل قائم. تقنين كل شيء هو شيء خاطئ. ولكن لا يزال هناك حمل. أنا عارف أنت مهزوم. أعرف أني في شخص بيستمع لي قد ترك مهمل أعرف أني في أشخاص بيسمعوني ومريت بأمور صعبة وتشعر أنك خلاص تريد تستسلم لكنه بيقول اعمل ثلاث حاجات وبعدها الفريق يقدر يطلع أو في الفعل يطلعه ممكن أنك تضع دم الحمل على العتبة العليا والقائمتين ثم تأكل لحم الحمل في بطنك وعايزكم تسمعوا اللي انا بقوله احنا نعيش في اوقات الان اللي كنت بتفكر انه ممكن تعيش بالطريقه اللي انت فيها يمكن من سنه او من خمس سنين او يمكن كل حياتك ده اللي انت بتفكر فيه متجاهلا الكتاب المقدس ان ما كنتش تملا جوفك بالحمل في البدء كان الكلمه والكلمه صار جسدا إذا كنت لا تقرأ هذا فأنت لست في الشركة مع الحمل أنت غير ممتلئ به أعرف لما أكلوا الحمل يقول الكتاب لم يكن هناك ضعيف أو مريض بينهم تم شفائهم ولا ينبغي أن يكون هناك زواج ضعيف أو مريض بيننا إذا ملأنا بطوننا من حمل الله لأن ما يحدث هو أنه يبدأ يعيش فيك تبدأ في الغفران تبدأ في الحصول ليس فقط على هبات الروح القدس ولكن على ثمار الروح الحب اللطف الرقه الصبر والاناه الحمل كاف وعايز انهي معاكم بالنسبه لكل زواج الحمل كافي مشكلتك مش كبيره قوي على الحمل لا تقلق ابدا بشان الحمل ان يكون صغير للتعامل مع وضعك ومشكلتك المشكله هي اذا كان منزلك صغير جدا لاكل الحمل كله عليك ان تشاركه مع شخص اخر وتساعدهم زي ما حصل معك الحمل كاف لكل عائله الحمل كافي لكل خاطي الحمل كافي لكل من ارتد عن الطريق انه كافي لاستردادك لتغييرك لتحويلك امتلى بالحمل ثم ابدا في اعطائه للاخرين هناك ما يكفي من الحمل لك نفس الحمل الذي اخرجنا نحن يمكن ان يخرجك انت وعائلتك هل تصدق وتؤمن بهذا هل تصدق هذا في هذا الصباح لا يجب ان يكون هناك شخص موجود هنا في في this program has been sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. We hope you've enjoyed this teaching by Jensen Franklin and thank you for your continued support of this ministry. Your prayers and financial support make these programs possible. For more information about this message and other ministry resources, visit us online at jensenfranklin.tv.